لا لا زينة، خدمات زينة وعلاج موجود ومختبرات فحوصات موجودة زينة. مش تاخذين الاجراءات ما يخف مرض الكورونا؟ والله تبي عمود الكمامات وكو ادام همين تنظيف بالديتول وهذه زين يعني. زين شوف المراجعين ما لابسين لا كمامات ولا والله ما غير ما حد المفروض اول ما يدخل المستشفى يلبسون كمامة بس ماكو صحيح. فحصوكم من دخلتوا؟ ما حد فحص لك. ماكو فحص لا ماكو. بالفحص مال كورونا قصدك؟ لا ماكو. فحص اول ما تدخل المستشفى؟ لا ماكو. شو طالبوا من الحكومه؟ حتى نقدر نبتعد عن هذا المرض. والله شو طالبوا من الحكومه، هي المفروض هي المفروض هي الحكومه تتخذ الاجراءات هاي، تعرف المرض هذا يعني الحمد لله احنا ما صار عندنا اصابه لحد الان، بس لازم واحد يتخذ الاجراءات. والله بالنسبه للخدمات علاج ماكو، كمامات ماكو، كفوف ماكو. قاعد اشعر ضعيف يعني، هذا يعني الكويت قاعد تفتر لا لابسه كمامات ولا كفوف، يعني هذا اذا واحد بيه مرض لا سمح الله يعدل الكل. وثاني شيء علاج ماكو. يعني كله من الخارج، الاوبرا من الخارج، كمامات من الخارج، كل شيء من الخارج. المستشفى هذه بيها نقص، بيها نقص كثير، لا كمامات ولا كفوف، هذه ابسط شيء اللي تنباع بالسوق ب 250. ان شاء الله هم ما يقصرون وهم يعرفون الاجراءات اللي يحتاجونها وعمل مضبوط يعني بالمستشفى. زين من دخلتوا على المستشفى ما لا هي يعني انا البارحه كانوا يطالبون بهذا الموضوع بالباب، هو ماكو فحص. احنا نطالب نحافظ على كل المواطنين، كل المواطنين مطلوب الحفاظ عليهم. بس احنا عندنا مشكلة اخوي العزيز، احنا مستشفى زمار، مستشفى زمار عندنا مشكلة يعني بعد ساعة بالعشرة بالليل ماكو اي خفارة، يعني يصير عندك مريض تحتار به. وانا ناشد المسؤولين ان ينظرون بهذا الموضوع، وبي كادر كبير يعني، بس شنو يعني لو موجودين المنظمات احنا غادي وضعيتنا صفر صفر. ويعني كنت اتمنى ان يعني هيش صوتي يصل للمسؤولين. طفلايتي مخطرة وكل شيء ماكو ادوية، كل شيء ماكو بالمستشفى. اني صار لي اني مقيمة هنا 9 اشهر، طفلايتي مخطرة عندها ضمور بالدماغ، ضمور بالدماغ وعندها ذات رئة، ويعني حالتها تعبان. ايش قالوا لي؟ كل شيء ماكو. ايش قالوا لي؟ كلها اوبرها خارجيه. سعر الاوبرا 7000 دينار. كل شيء ما اكو، كل شيء ما اكو، كلها خارجيه. قامت مديريه مستشفى ابن سينا التعليمي باتخاذ كافه الاجراءات للوقايه والحد من الانفلونزا المستجده من خلال تزويد الموظفين بصوره عامه بالكمامات الواقيه والقفازات الواقيه. كما قامت مستشفانا بتعفير كافه مرافقها وتشمل الطوارئ والردهات وصاله العمليات. كما وانه قامت دائره مستشفى ابن سينا التعليمي باقامه ندوات التوعوية حول الإنفلونزا المستجدة. شاهدنا عدد من المواطنين بدون أي كمامات وما هي الأسباب، يعني هل هناك لديكم نقص؟ الحقيقة احنا بالنسبة للكمامات الواقية والقفازات الواقية هي يعني خاصة للمنتسبين. احنا نهيب من خلال قناتكم انه بإجراءات توعوية لكل المواطنين بارتداء الكمامات والقفازات، كما نهيب بعدم التجمع والتجمهر في المناطق العامة وخاصة المغلقة منها، وتحديد التنقل وعدم المراجعة إلا في الحالات القصوى. نعم. شلون تقدرون هنا داخل المستشفى مثلا تشخصون الحالات اللي تدخل عندكم؟ يعني شهادة المستشفى يمكن يكون بدون جهاز فحص. الحقيقة احنا ما نقدر انه اي مواطن يجي عنده سخونة منعه انه يدخل المستشفى، لكن عندنا استشارية خاصة في حالة انه نشك بالمصاب يحول فورا حسب توجيهات دائرة صحة نينوى إلى مستشفى السلام. ما صدقت لحد الآن ما أدنى أي حالة ما جتنا عندنا. والله من ناحية النظافة والوقاية والإرشادات الصحية اللي طيناها للمواطنين اللي يدخلون عندنا هالساتة ظرفنا شوية صعب، لكن حاول يعني نبتعد عن التجمعات والشغلات هذه هي اللي سببها هاي الأمراض إن شاء الله. والله هي هالساتة ظرفنا صعب، تعرف التشحب المواد إن شاء الله يعني متأخذين، يعني الكادر الطبي كله يعني بالأكثر هي لابسين كمامات كفوف. يعني اكثر المواطنين داخل المستشفى بدون كمامات بدون كفوف. انت تعرف يعني الكميه قليله، يعني اكو ناس دا تشتريها من برا،
واكو عندنا هنا داخل المستشفى نوزع على الكادر الطبي بس. نصيحتك لبعض المواطنين؟ والله الابتعاد عن التجمعات فقط، والنظافه، غسل الفواكه، غسل يعني اي خضروات شيء. صادفتكم اي حاله وصلت للمستشفى؟ لا لا الحمد لله ماكو شيء.